توفيت صباح اليوم الجمعة والدة المطرب السوري جورج واسوف السيدة فرحة متعب الصدى عن عمر نهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ونشر المطرب جورج واسوف عبر حسابه على الفيسبوك صورة تجمعه بوالدته معلقا عليها قائلا: أمي يا أمي، دخلك يا أمي، سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم، حزني كبير، الله يخلي أمهات الجميع. ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة في تمام الساعة 6 عصر اليوم بكنيسة مار إلياس في قفرون رفقة، وتستقبل أسرة الراحلة التعازي خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وقد نعى المطرب السوري جورج واسوف عددا من زملائه وأصدقائه بالوسط الفني وخارجه، كان من بينهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت عبر حسابها على تويتر وقالت: أحر التعازي للفنان جورج واسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء. كما قدم أيضا بعض المطربين والفنانين التعازي للفنان السوري. وفي سياق آخر، التقى المطرب جورج واسوف بابنته عيون التي رزق بها قبل 4 سنوات من زوجته الثانية، وذلك خلال تواجده في دولة قطر بسبب إحياء أحد الحفلات. وتعتبر تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها الفنان جورج واسوف بابنته الصغرى منذ ولادتها، والتي تعيش مع والدتها هناك.